حرب طرواده العظيمة، أعظم الحروب في التاريخ اليوناني القديم، الحرب اللي قام بيها الملك مينيلاوس لاسترداد زوجته الجميلة أجمل نساء الأرض الملكة هيلانا، اللي خطفها أمير طرواده الأمير باريس. أخذ الملك أسطول حربي مكون من 1000 سفينة وحاصر المدينة لمدة 10 سنين، قامت فيها أعظم الملاحم الحربية واتقتل فيها أعظم محارب عرف التاريخ، البطل الأسطوري أخيل. هل كل ده كان من خيال هوميروس؟ وهل المدينة موجودة فعلاً ولا لأ؟ ده اللي هنعرفه في حلقتنا النهاردة. خد عندك المفاجأة دي، كل الحكاية اللي احنا حكيناها حقيقية مش أسطورة. هوميروس في روايته كان بيقول إن مدينة طرواده من أغنى المدن على وش العالم، وإن فيها كنز ذهبي مفقود، اللي هيقدر يلاقي المدينة دي يقدر يلاقي الكنز الذهبي ده. الكلام ده بقى دخل دماغ العالم الألماني شيلمان، اللي قرر إنه يدور على ذهب طرواده المفقود. وبالفعل قام شيلمان في القرن ال 18 تقريبا سنة 1868 بحملة للبحث عن ذهب طرواده المفقود، وبدأ يمشي ورا الوصف اللي كاتبه هوميروس في ملحمة الإلياذة عن المدينة. اكتشف ان هي مدينة بتقع في شمال الأناضول اللي هي تركيا دلوقتي على مضيق البسفور، ووصل فعلا للضريح المزعوم للبطل الأسطوري أخيل. يبقى بالتالي اكيد مدينة طرواده او إليوس موجودة في المحيط ده، وبدأ فعلا شيلمان يعمل الحفريات بتاعته لحد ما وصل للحقيقة. ولقى شيلمان كنز ذهبي مدفون تحت الأرض. اللي أخده ورجع طيران على اليونان اللي هي كانت بلد مراته. وعمل شيلمان حاجة غريبة جدا وقد تبدو مجنونة، إنه لبس زوجته كل القطع الحلى الذهبية اللي كانت في الكنز وأخد لها صورة شخصية بيه. لكن العلماء قالوا إن الكنز ده بيرجع لعصر قبل حرب طرواده المزعومة بحوالي 900 سنة، وإن عمره معدي ال 4000 سنة. وبدأ الكشف عن آثار لحضارة مفقودة في المنطقة بيرجع تاريخها لحوالي 1000 سنة قبل أحداث حرب طرواده المذكورة في إلياذة هوميروس. ومع استمرار الحفريات اكتشفوا ان المنطقة دي فيها 9 مدن في طبقات فوق بعضها بيرجع اقدامها ل 4500 سنة تقريبا. وكانت طروادة هوميروس المذكورة في الإلياذة بتقع تقريبا في الطبقة 6 أو 7 من الطبقات 9 دول. وتفاجئ العلماء بوجود كتابات بتتكلم عن حرب قديمة في نفس الفترة تقريبا، وكمان وجدوا نصال لسهام بترجع للعصر البرونزي اللي هو تقريبا 1200 ل 1300 قبل الميلاد، للتوقيت اللي قال عليه هوميروس في الإلياذة عن حرب طرواده. وما بينتهيش هوس علماء الآثار بالبحث عن طروادة هوميروس المذكورة في الإلياذة، لأن بعد وفاة شيلمان ب 45 سنة يجي العالم كارل بليجن سنة 1932 ويكمل الحفريات عشان يكمل اكتشافات جديدة عن طروادة هوميروس ويكمل البحث عن الكنز الذهبي المفقود.
وتقوم الحرب العالمية سنة 1945 ويتم نهب وسرقة الكنز الذهبي المحفوظ في متحف برلين وإخفائه عن العالم وما يظهرش تاني غير في سنة 1993 ويعترف الروس بإخفائهم للكنز. وهنا هتقوم نار الفتنة ما بين ثلاث دول، روسيا واليونان وتركيا، كل دولة منهم بتطالب في حقها في الكنز الذهبي، كنز طروادة المفقودة. فهل يا ترى حرب طروادة دي تكون حرب حقيقية قامت بين مدينة طروادة ومدينة سبارتا لأسباب قد تكون عسكرية أو اقتصادية أو غيرها؟ ويكون هوميروس أخذ القصة الحقيقية وبخيال الشعراء نسج حواليها القصة الملحمية المعروفة دلوقتي بقصة الإلياد. أما بالنسبة للموقع التاريخي للمدينة الأسطورية فهو موجود في إقليم جنب كالا في تركيا، وتم إدراج المدينة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وأعلنت الحكومة التركية سنة 2018 هو عام طرواده، وأصبح بيتوافد على المنطقة آلاف السواح سنوياً علشان يشوفوا النموذج الخشبي لحصان طرواده الأسطوري. مش بس كده، دول كمان بيطلعوا وياخدوا صور جوه الحصان الأسطوري. يا ترى لو كنت هناك تحب تعيش تجربة زي دي وتشوف الحصان الأسطوري اللي قامت حواليه أسطورة الإلياذة وقصة حصان طرواده الشهيرة؟ لو سمعت معايا الحكاية لحد هنا يبقى ياريت ما تنساش تدعمني بلايك وتسيب لي كومنت تقولي ايه الحكاية اللي مستني تسمعها مني الفيديوهات اللي جاي. ولو كنت مهتم بحكايات التاريخ والقصص والأساطير يبقى ياريت تعمل سبسكرايب للقناة علشان تقدر تشوف وتسمع معانا كل الحكايات اللي فاتت واللي جاية كمان. وبكده تكون حدثت النهاردة خلصت. ما تنسوش مستنياكم في حدثة جديدة من حواديت الدكتوره.